السلام عليكم، نعود معكم في مساق الفاندمنتالز اوف رينيوبل انرجي. نتكلم في الوحده الثالثه، بنتكلم في الجزء الثالث اللي هو بنسميه ريدنج الانرجي بالانس اوف ا كونتري. يعني نيجي نطلع على بلد، حناخذ مثالين، بلد صغير وبلد كبير، عشان نشوف الفرق بين الكونتري ريبورت اللي بنتكلم عنه. هاي عادة البلدان في العالم، وكل بلد له country report، وكل region لها country report أو continent بتلاقي لها country balance اللي هي عند energy balance report. How to read the energy balance of a country، هذا طبعا من الشغلات المهمة اللي بتخص عمل المهندسين اللي بيشتغلوا في هذا المجال. بلد صغير زي ترنداد اند توباغو. ترنداد اند توباغو جزيره بتيجي اوف في جاي تقريبا في ساوث امريكا، عند الساحل تبع فنزويلا مع البرازيل في هذيك المنطقه. هي جزيره صغيره، والجزيره حجمها وعدد السكان فيها قليل جدا. يعني بشكل اساسي هي يعني فيها شويه بترول ومحطة رئيسية للسفن تقف تتزود فيها بالوقود، لأنها جاية على بالخارطة الموجودة على القمة في تبع البحر الكاريبي. ترنداد أند توباغو إنرجي بالانس ريبورت، إيش بنلاحظ هنا؟ المصادر اللي عندي، المصادر بشكل أساسي كرود ناتشرال غاز أند فيد ستوك اللي عندي، هاي الموجود عندي. الاويل برودكشن هي الموجود، فهم بيصدروا بشكل اساسي ناتشرال غاز، وبشكل بيصدروا بترول ومشتقات بتروليه اللي عندي. طبعا هاي الانترناشنال مارين بانكر والانترناشنال افييشن بانكر، يعني بيجي هي محطه للسفن وبتتاجر بالسوق الحر. عندي الناتشرال غاز نفس الشيء، هي موجود اللي بنتكلم عنه، انتاج عالي ده واستخدام عالي محليا وبصدره منه. البايوفيول والويست يعني الاستخدام تبعه بسيط وبدائي بشكل اساسي. الان لما تجمع هذا السطر بيعطينا المجموع اللي هان، زي ما عملنا قبل شوي تجمع العمود اللي هان بيعطيني المين تي بي اي اس الموجود عندي. الان الكونفرجن اللي عندي في ترانسفر، وفي عندي statistical differences هذه في الاحصاءات، هاي الباور بلانت والاويل ريفاينريز الموجود عندي في هذا المجال. فالترانسفرز الموجود اللي هو في المشتقات سواء في المجموع ككل اللي عندي، هذا لما نجمعهم بيعطينا التي اف سي تبعاتي الموجود عندي اللي هي باللون الاخضر. الان بنلاحظ انه جزء كبير عندي الاندستري، عندي الايرون اند ستيل هاي الاندستري اللي عندي، هاي القطاعات المختلفه. الناتشرال غاز بروح بشكل اساسي على، يعني لما نتكلم على الاويل برودكت بشكل اساسي بروح على الترانسبورت اللي عندي، سواء للدوماستيك افييشن او الرود اللي هي للسيارات الموجوده عندي بهذا المجال. لما نيجي نطلع في نفس الشيء بالنسبة للناتشر غاز، بيستخدم في عادة الصناعة بشكل أساسي. هاي الإلكتريسيتي اللي بتطلع عندي من المستخدم الإنتاج الكهرباء الموجود. الأدرز الريزيدنشال والسيرفيسز الإنتاج الخفيف جدا، وزي ما حكيت عادة البايوفيول تبعها بروح ل الامور البسيطيه البدائيه عندي في هذا المجال. الالكتريسيتي اوتبوت في عند الباور بلانت هي اللي بتاخذ الجزء الرئيسي في هذا المجال. هاي كل جزئيه لحال، ها عندي جزئيه البرايمري سورسز كيف كل واحدة محسوبة. هاي الاكسبورت هذول بروحوا للتصدير. هاي الباي فيول اند ويست، وهذا قلنا بيبقى استخدامه عادة لا في امور بسيطة زي الكوكينج زي الهيتينج، هذه الامور الموجودة في البيوت. هاي التوتال برايمري انرجي سبلاي اللي بنتكلم عنه اللي هي تي بي اي اس، التوتال برايمري انرجي سبلاي. نيجي للتي اف سي اللي عندي، الكونفرجن سيكتور ان
ترنيداد اند توباجو اول فاليو ان تيرا جول سورسز الانترناشونال انرجي ايجنسي الموجود عندي. لما اجي بطلع على التقرير بطلع على الترانسفير طلع على الباور بلانت عندي هنا جاي ناقص 217 ومن ناتشرال غاز ناقص 110 و 314. يعني بشكل اساسي هنا الباور بلانت بتشتغل على الناتشرال غاز في هذا المجال. اذر ترانسفورميشن هي عندي الباي فيول زي ما حكينا مستخدم في امور بسيطة زي الكوكينج وزي الهيتينج بشكل اساسي. نيجي للجزء الثالث اللي هي بنتكلم على الفاينل كونسومشن التي اف سي توتال فاينل كونسومشن بنتكلم عليه في هذا المجال. بنلاحظ القطاعات الموجودة عندي 83% بتيجي للصناعة الموجودة عندي هان من الاستخدام للصناعة 14% من الباي فيول 60% الصناعة بتستهلك في هذا المجال. القطاع الصناعات هنا ماخذ الجزء الأكبر. الأدرز يعني لما الريزيدنشال تقريبا 29% التوتال هنا نون انرجي يوز تقريبا 72% الكوميرشال السكتور بياخد تقريبا 11% من الكهرباء الريزيدنشال 29 وتقريبا 60% بروح للإيش للإندستري في هذا المجال. وزي ما حكينا الناتشورال غاز هو المصدر الرئيسي للإيش للإندستري. الترانسبورت يعني لما باجي بتطلع عليه يعني مشتقات البترول الغالبة رايحة لمين للترانسبورت بشكل أساسي هي موجودة. طيب لو تكلمنا على بلد معقد أكبر زي ألمانيا إيش بنلاحظ هان؟ أولا اطلع على المصادر. ألمانيا من الدول المتقدمة جدا في مجال السستينابل انرجي. هنلاحظ هنا الفحم هنلاحظ تقريبا 2 مليون في النيوكلير الهيدرو والجيوثيرمال والسولار والويند والباي فيول هدول مجال حيوي اللي عندي. بلاحظ هاي اللي عندي الامبورتس برضو هي بتستورد كثير من احتياجاتها من العالم سواء من مناطق الخليج او من روسيا سواء كرود اويل او اويل برودكت او ناتشرال غاز في هذا. طبعا التصدير بشكل اساسي البايوفيول اللي عندها بتصدره في هذا المجال او الالكتريسيتي اللي بتبيعها. بس يعني ما التقرير تبعها كتير طلعت الترانسفورميشن تبعتها باور بلانت سي اتش بي بلانت هيت بلانت بلاس فيرنس كوك اوفنز. يعني ما شاء الله التقرير شامل في هذا المجال يعني ونفس الاحصائيات والطرق الموجودة. بنلاحظ الباور بلانت هي المصدر الكبير في هذا المجال وهذه الاحصائيات تبع الباور بلانت. بنلاحظ من بشكل اساسي هنا الفحم. الان اطلع على المصادر الثانية عمالها بيكينج اب النيوكلير لاعب رئيسي في هذا المجال. الباقي لساته الحجم تبعه مش كبير مقارنة بالفحم او بالنيوكلير بشكل اساسي. الان التوتال الانرجي ميكس اوف جيرمان باور جنريشن بنلاحظ التوتال هاي عندي 2243 بيتا جول. الفاصل فيول 60% الرينيوبل انرجي 24 النيوكلير 16%. الان الرينيوبل انرجي مستخدمين الجيوثيرمال البايو الويند والهيدرو. الويند والسولار هم اللاعبين الاساسيين بيجي بعدهم البايو وهدول هن على مستوى العالم لما تيجي تطلع فيها هم اللاعبين الاساسيين. هدول الثلاثة هم لاعبين اساسيين. هذه already expanded على مستوى العالم يعني حصل لها. قطاع الترانسبورت تقريبا القطاعات 24% الاندستري 25% من الطاقة المستهلكة في القطاعات بشكل عام.
41% من التوتال اللي عند التوتال فول كونسامبشن جاي لمين؟ للالكتريسيتي، للاذرز الموجوده عندي هان. يعني الالكتريسيتي لاعب رئيسي، بس الاذرز اللي هم مفعول في هذا المجال. بناخذ بريك وبنرجع نتكلم على الفاكتور انفلونسينج انرجي يوز ان شاء الله.